السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها، والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، والاستحباب أن يقرأ في سكت. نعم يا شيخ، ما عندك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ لا يا شيخ، لعلكم ترحمون. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا كله ليس ولا فيه سر، ولا أشار إلى أن هذا زيادة ولا أشار عندنا إلى أن هذا موجود في نسخة أخرى. تبين نشوف المغني؟ لا، نشوف المخطوط. المخطوط للأسف أن الورقة ناقصة اللي جبت. أي شوف المغني. بعد ما الزركشي موجود عندك بالزركشي؟ بلى يا شيخ موجود. نعم. كما عندك يا شيخ. إيه. فالسقط في نسختنا نحن. يعني مميز على أنه من المتن عندك. إيه. لأنه من المتن يا شيخ. مسألة قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد الله ولا بغيرها، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تكتب هذه الأسطر. السقط عندنا في نسختنا يا شيخ، ومرة أيضا أسقاط أخرى. سم مر فيها. إيه لا لا، سيئة النسخة يا شيخ. إيه. فيها سقط كثير. نعم نعم. إيه، تضاف ثلاثة أسطر. نعم. والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من 30 آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة والشمس وضحاها وما أشبهها، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة وفي الركعة الأخيرة من المغرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمرأة والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في جميع ما تقدم. الرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، والنساء شقائق الرجال، وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وأن هذا مما يخص الرجال. فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا فيما استثني، فقال: إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، فلا يسن في حقها التجافي، بل تضم بعض أعضائها إلى بعض، وتجلس متربعة لا تفترش ولا تتورك، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانبها، في جانب يمينها، يعني تخرج يديها رجليها من الجانب الأيمن. وما الفرق بين هذا السدل
وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش والتورك. نعم، هو تورك، إلا أنه بدلا من أن تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدولة مع اليسرى. سئل الإمام أحمد عن جلسة المرأة، قال تسدل رجليها. وجاء عن علي رضي الله عنه هذا السدل، لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقا: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. قوله وكانت فقيها يدل على أنه يرى هذا القول، يتبناه، وإن كان نقله عن أم الدرداء كانت فقيها. هذا الوصف، أن هناك أوصاف تذكر ليوصف بها القائل يشم منها أن من نقل القول يرجحه. فمثلا إذا سيق الخلاف مثلا وقال ثم قال ذكر الخلاف بأدلته ثم قال ويرى أهل التحقيق أو بعض المحققين كذا، من غير أن يصرح باختياره، فالذي يظهر أنه اختار من وصف قولهم بالتحقيق، اختار القول الذي وصف القائل به بالتحقيق. فهناك أحيانا مرجحات لا يصرح بها، فقول البخاري رحمه الله كانت فقيها يدل على أنه يختار هذا القول، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاصها به. ولا فما الفرق بين أن تجلس متربعة أو مفترشة؟ وما الفرق بين أن تسدل وبين أن تتورك؟ والأصل أنها داخلة في عموم صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا، قد يقول قائل مخاطب رجال، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال إلا إذا وجد ما يخصصها، والذي يظهر أنها كالرجل في جلستها في قيامها، اللهم إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فتستتر بقدر الإمكان، تستتر بقدر الإمكان. ولا شك أن الانضمام أستر لها من التجافي إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما ما عدا ذلك فحكمها حكم الرجل. والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، إذا سمع المأموم يخرج الإمام والمنفرد، وإذا سمع يخرج من لم يسمع، إما لبعد أو صمم. فالمأموم حكمه لا يقرأ خلف الإمام على ما سيأتي، هذا بالنسبة للمأموم. وما عدا المأموم من إمام ومنفرد تقدم، وأن الفاتحة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة وأنها لازمة لهما. المسبوق تقدم الكلام فيه والخلاف فيه، وأنه تسقط عنه القراءة لحديث أبي بكر، لحديث أبي بكر ذكرنا عن أبي هريرة سابقا، وهو اختيار البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، أنها لا تسقط عن المسبوق، وأنه لا بد أن يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة فلا تلزمه. وفي حكمه على ما تقدمت الإشارة إليه من كان إمامه يسرع في القراءة ولا يتمكن من إتمام قراءة الفاتح، هذا حكم حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ إلا نصف الفاتح، صلاته صحيح المسبوق. إلا المأموم ها مثل المسبوق، هو مسبوق ما أدرك مع الإمام. المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا، أنا أقصد على قول الجمهور الذي قررناه ركن، لكن دل حديث أبي بكرة أن المسبوق تسقط عنه الفاتح حيث ركع دون الصف وأكمل صلاته ما أدرك القيام.
على كل حال خلنا نقرر المسألة وسبقت الإشارة إليها. المسبوق عامة أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عنه، هذا المسبوق. أقول في حكم المسبوق من لم يستطع إكمال الفاتحة مع الإمام، سبقه الإمام بجميعها، وإذا سبقه ببعضها من باب أولى. الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة، وهذه مسائل تقدمت لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم، هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجه. وعلى القول بأن الفاتحة لازمة لكل مصل إذا استثنينا المسبوق ولم يستطع تعلم الفاتحة، فهل يأتي ببدلها إذا كان مأموما من الأذكار الأربع المذكورة المعروفة، أو لا يأتي بها بدل؟ له حكم المبدل عند أهل العلم. يعني عندنا على القول بأن المأموم لا قراءة عليه، لا يقرأ المأموم على ما قرره المؤلف، إذن لا يذكر لأن البدل له حكم المبدل. لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، هل يأتي بالبدل أو لا يأتي؟ نعم. الآن من عجز عن تعلم الفاتحة وبوجه في الحديث إلى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بلى، هذا بدل. والمبدل الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة وهو إمام مثلا بمثله، لا بد أن يأتي بهذه الأذكار. عاجز عن الفاتحة وهو مأموم، لا بد أن يأتي بالبدل إذا عجز عن المبدل. مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه، ما فيه إشكال، لا يأتي بهذه الأذكار بل يلزمه الإنصات. لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وجاء في حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، مع أن الرواية هذه فيها كلام لأهل العلم. استثناء الفاتحة من القراءة خلف الإمام، منع القراءة خلف الإمام، استثناء الفاتحة، هل يقوى على أن يجعل البدل له حكم المبدل؟ يعني عندنا الأصل في قراءة الإمام والمأموم والمنفرد حديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهل يكون للبدل حكم المبدل؟ فنقول المأموم إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يسبح إلى آخر الأذكار، لا سيما وأن الخلاف في المسألة قوي جدا، والمسألة ليست بالسهلة وليست ممن يستطيع الترجيح فيها أدنى واحد أو حتى أوساط المتعلمين، هي من عضل المسائل والترجيح فيها من أصعب الأمور. المتجه أنه لا يأتي بالبدل، المتجه أنه لا يأتي بالبدل، لأن أقوى ما في الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب وإن كان التسبيح والتحميد والتهليل بدلا منها، إلا أن البدل لا يقوى أن يكون مثل المبدل في جميع الأحكام. والمأموم إذا سمع قراءة الإمام دل على أنه إذا لم يسمع يقرأ، على أن لا يشوش على غيره ولا ينازع الإمام قراءته. إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، إذا سمع، مفهومه أنه إذا لم يسمع إما لبعد أو صمم أو إسرار من قبل الإمام، يعني في صلاة سرية، أنه يقرأ. وعلى هذا كلام المؤلف في تفريق بين الجهرية والسرية ولا ما في تفريق؟ في تفريق، لأن السرية لا يسمع وحينئذ تلزمه القراءة، والجهرية يسمع وحينئذ يلزمه الإنصات. لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها. سيأتي الإشارة من قبل المؤلف رحمه الله إلى أن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة أنه يقرأ، إذا تمكن بحيث لا يعارض الإنصات لقراءة الإمام،
استغلال السكتات فإنه يقرأ على ما سيأتي، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة، أو لفظ الآية يشمل الأمرين. بعضهم يقول إن الآية نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة، وحينئذ يكون سبب النزول في الصلاة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة ينقل عليها الاتفاق. العبرة بعموم اللفظ، ولفظ الآية يعم من كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة. إذا قرئ القرآن في مجلس، في أي مكان، في حفل كما يصنع الآن، فإنه حينئذ يلزم الانصات. فاستمعوا، ولا يكفي السماع، لا بد أن تستمع، وفرق بين المستمع والسامع. ويأثم الذي لا يستمع أو ينشغل عن القرآن لعموم الآية. أنت في طريقك إلى المسجد وتسمع الإمام يقرأ في المكبر، هل يلزمك أن تستمع؟ أنت في طريقك في أذكارك مثلا تسمع الإمام يقرأ، فهل يلزمك أن تستمع وتترك الأذكار التي أنت بصددها في طريقك إلى المسجد؟ نعم، عموم الآية لا. نعم، وقل مثل هذا في الخطبة، خطبة الجمعة، وأنت ماشي إلى المسجد، هل يلزمك الإنصات أو لا يلزمك حتى تكون تابعا لهذا الإمام؟ ها؟ يعني أنت خارج المسجد ماشي، ما بعد صرت تبعا لهذا الإمام، وقد يطرأ عليك أن تنصرف عن هذا المسجد إلى مسجد آخر يغلب على ظنك أن الإمام لم يدخل، فهل يلزمك أن تنصت لهذا الإمام أو الإنصات لمن يتبع هذا الإمام ممن يلزمه استماع الخطبة؟ بالنسبة للخطبة الأمر فيها يعني يتجه القول بأنه لا يلزم الإنصات إلا إذا دخل المسجد وتهيأ لاستماع الخطبة، لكن إذا سمع القرآن سواء كان من شخص مباشر أو من آلة عليه أن يستمع لعموم الآية، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرئ القرآن فاستمعوا له، والاستماع لابد من قصده، يستمع، ينتبه، يعي ما يسمع، ولا يكفي أن يسمع، بل لابد أن يستمع. ولذا يفرقون بين المستمع والسامع في السجود، سجود التلاوة مع القارئ، إذا كان يستمع يسجد المستمع دون السامع، يسجد المستمع دون السامع، لأن السامع لا أجر له، والمستمع شريك للقارئ في الأجر فيسجد معه. مش الفرق؟ طيب الآن أنتم تستمعون، تستمعون الدرس، وعند الباب شخص يبيع شيء، ما يبيع معه بضاعة ولا، يسمع الكلام، يسمع الصوت، لكنه ما جاء لهذا، وهو منتبه لبضاعته وحاط باله لبضاعته، هذا سامع. وقد يوجد السامع في المسجد، فين بيننا غير مصغي، نعم، يعني يصل إليه الكلام من غير قصد منه ولا اهتمام ولا التفات إليه، بخلاف المستمع. نعم، في شيء دخولها قطعي. نعم، ظني بالعموم، بالعموم يعني الشيء في إيش المقصود؟ لفظها يشمل لفظ، ما نحن لسنا بحاجة إلى أفراد، العموم يكفي، ولا يخرج منه إلا ما دل الدليل على إخراجه، وأن العموم يعمل به ما لم يوجد مخصص. العموم ليس من المتشابه، العموم محكم تندرج فيه أفراده التي لم يدخلها التخصيص. نعم، كل ما كثرت المخصصات يضعف هذا العموم، لكن يبقى أنه في مثل هذا محفوظ، محفوظ.
يلزم القرآن يسمع، يسمع لا يلزم الاستماع والانصات. على كل حال إذا 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 لم ينتبه للقراءة يغلق المذياع، لأنه من العبث أن يترك القرآن يتلى ولا من غير انتفاع به، ما أنزل لهذا. نعم ها والله ليظهر أنه يأثم، لأنه ما حقق الأمر بالاستماع وإن سمع، ما امتثل الأمر بالاستماع وإن سمع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن بعض الناس قد يستمع ويتكلم، يستمع وقد يقول قائل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يستطيع أن يستمع ولا ينصت. نقول الواقع يشهد بأنه قد يستمع ولا ينصت، يتكلم. أن بعض الناس عنده من قوة الإدراك بحيث يسمع القرآن من أكثر من شخص ويرد عليهم، والقراء يعرفون هذا. وعلم الدين السخاوي يقرأ عليه 10 في آن واحد، كل واحد في سورة، ويستمع للجميع ويرد عليهم. يعني في مجال التعليم والرد هذا ما فيه إشكال، لأنه يخاطب القارئ كمن يخاطب الخطيب. لكن في حال غيره، يعني أنت تستمع القرآن من المذياع أو من قارئ ثم يرن الجوال مثلا ترد عليه، وأنت بالك مع اللي يكلم ومع القرآن. بعض الناس يستطيع أن يركز أحيانا بين أمرين، لا سيما إذا كان أحدهما لا يحتاج مزيد في مزيد عناية في التركيز، لأن بعض الأمور وبعض المسائل تحتاج إلى أن تركز بحيث لا يشرد ذهنك عنها يمينا وشمالا. وبعض القضايا إذا سمعت أول الكلام فهمت باقيه، فمثل هذه لا تحتاج إلى تركيز، يمكن تسمع شيء ثاني وتتبينه وتفهمه وأنت مدرك لهذا الكلام الذي يقال. وقد كان الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يحضر مجالس التحديث وينسخ في أثناء التحديث، معه كتب ينسخ، ما ينسخ الكلام الملقى، لا ينسخ كلام ثاني. مثل لو وجد معنا أحد في درس الخرقي مثلا ومعه البخاري مثلا أو أي كتاب آخر، بعض الناس يفهم ما يقال وينتبه لما يقرأ. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ينسخ ويسمع الحديث، فلما فرغ الشيخ من عدة أحاديث أنت التفت إليه جار وقال يا أخي أنت ضيقت علينا وأخذت مكان وأنت لا تستفيد، لو جلست في بيتك ونسخت كان أفضل لك. قال كم أملى الشيخ من حديث؟ قال الناصح ما أدري، لا أدري. قال أملى الشيخ 20 حديثا وسرد بأسانيدها ومتونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ناس يتفاوتون. فلا بد من الاستماع ومن الإنصات، فلا يرد مثل صنيع الدارقطني في استماع القرآن، قد يقبل في استماع الحديث وغيره من باب أولى، لكن في القرآن لا. لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد أن يستمع ولا بد أن ينصت. لعلكم ترحمون، هذا رجاء، والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره واجب، يعني محقق من الله جل وعلا. والآية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن ما يعرضها من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، مثل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآية عامة في الصلاة وخارج الصلاة، وهي خاصة بالمأموم، عمومها في الحال في الصلاة وخارج الصلاة، وخصوصها بالمأموم. وحديث عبادة عمومه في الإمام والمأموم والمنفرد
والمسبوق أيضا وخصوصه في الصلاة يعني في داخل الصلاة لا صلاة. فبين الآية والحديث عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، ما نقول الحديث عام خصصته الآية أو الآية عام خصصها الحديث، لأن كل طرف يقول هذا الكلام له أن يقول. الذي يقول المأموم لا قراءة عليه يقول حديث عبادة عام والآية خاصة، والخاص مقدم على العام، ونسمعها مثل هذا بكثير من القضايا، وليس التحرير والتحقيق مثل هذا الكلام. والعكس، الذي يرى أن القراءة لازمة لكل مصل يقول الآية عامة وحديث عبادة خاص. إذا تقرر هذا عرفنا أن بين الآية والحديث عموما وخصوصا وجهيا فلا بد أن نطلب مرجح خارجي. لا يقال الآية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطعي بالظني، نقول لا، ذا عموم وخصوص، التخصيص ليس من باب النسخ، وإن كان نسخا جزئيا يعني ليس بنسخ كلي، يقال لا ينسخ الأعلى بالأدنى أو العكس كما مقرر، نقول هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، والتخصيص يكون بالأدنى، والمخصصات كثيرة. نعم، خاصة بالمأموم لكنها عامة في الأحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص داخل الصلاة. الآية خصوصها في المأموم، لكن ما نقول مأموم، نقول خصوصها في المستمع، لكن في مسألتنا في المأموم. واضح؟ نعم، في الصلاة. لا، لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني أنها لا يجب الاستماع خارج الصلاة؟ نزولها في الصلاة، ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي، قرروا على العلم هذا، لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا عموم وخصوص وجهي للجميع المصلين، لكنه خاص في الصلاة في حال الصلاة، هذا الأصل، أو مسبوق بعد، إلا المسبوق خرج بحديث أبي بكر. وقول الأكثر أيضا أن المأموم خرج بالآية وبعض الأحاديث، فصار الحديث دخله مخصصات أكثر مما دخل الآية، أخص من وجه دون وجه، أخص من وجه دون وجه، أخص من جهة أنه خاص بالصلاة، والآية تشمل الصلاة وخارج الصلاة، وعموم حديث عبادة في المصلين في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، ومع ذلك دخله مخصص وحديث أبي بكر. فهل خصصت الآية؟ نعم، خصت بخصوص حديث عبادة، كما أن عموم حديث عبادة خص بخصوص الآية. نعم، الأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب، استمعوا وأكد وأنصتوا، لا هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل يوجد صارف في الآية لنقول استحباب؟ على كل حال هذه المسألة، عفوا، حسن الله إليك، ألا يقوي القول بالوجوب تعليق الرحمة على ذلك لعلكم ترحمون؟ الآن لو اقتصر على الاستماع أو على الإنصات لكان الأمر أخف من الجمع بينهم، ما دام اجتمع الأمر بالاستماع والأمر بالإنصات لا شك أن الأمر في شدة. نعم، شفيه؟ إيه؟ ما في فرق؟ السامع يلزمه الاستماع، يعني ما يكفي أن الإنسان يقف في الصف والإمام يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ، لكن يرد على هذا أن من هذه حاله من سمع من الإمام ولم يستمع ولم يعقل من صلاته إلا العشر، هل هو آثم ولا غير آثم؟ نعم، ليس له من صلاته إلا ما عقل، صلاته صحيحة،
ما دامت الشروط والأركان والواجبات متحققة صلاة صحيحة، لكن هل يأثم لوجوب الاستماع المنصوص عليه في الآية، أو نقول أنه ليس من صلاة ما عقل ولا يأثم بغير القراءة غير ما نص عليه هنا؟ وعلى هذا حرج كبير يعني على الناس، أقول على الناس حرج كبير، وإن كان التخفيف من شأن الخشوع، تخفيف من شأن الخشوع عند الجمهور وأنه لا يجب حكمه الاستحباب عند الجمهور، لا شك أنه هون عند كثير من المصلين مسألة الإقبال على الله جل وعلا. فإذا قلنا لا يأثم، لا شك أنه وقلنا ليس له من صلاته إلا ما عقل ولا يأثم بذلك إذا انصرف أو لم يخشع، هذا لا شك أنه يهون من شأن الإقبال على الله جل وعلا، ويهون من شأن لب الصلاة. أن ترى أقوال العلماء لها أثر في الواقع العملي، لها أثر في الواقع العملي. فمثلا استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مثلا، يعني على حسب المذاهب، تجد البلدان كاملة تصرفاتها على حسب المذهب السائد. يعني في بلاد المشرق الذين يمنعون منع بات الاستقبال والاستدبار لا في بنيان ولا في غيره، ما تجد حش منصوب أمام القبلة إلى جهتها أو إلى ظهرها، لأن المذهب عندهم يمنع هذا. وإن كان أئمة قالوا ولهم أدلتهم وفي قول بعضهم رجحان، لكن تجد المسائل التي يخفف فيها أهل المذهب يتوارثون ويتواطؤون عليها من غير نكير. تجد عندنا مثلا وعند من يرى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، تجد كثير من الناس صلاته أشبه ما تكون بالعبث، ولا يستطيع أحد أن يبطل الصلاة إلا إذا تحرك حركة تخرجه عن كونه مصلي. نعم. لا 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 لا، أنت ما أنت مخاطب، أنت ما دام أنت اتجهت لأمر خوطبت به، لأن القراءة أفضل من الاستماع، فأنت عدلت من المفضول إلى الأفضل، ما عليك من هذا، هين هذا سهل. نعم. خاص باعتبار النزول في الصلاة، وعمومها لا إشكال فيه، عمومها يعني في خارج الصلاة. لا. وإن كان وإن رأى الإمام أحمد أو غيره أنها مما يقصر على سببه، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه. إذا عورض يعني ما تستطيع أن تعمل بالعموم، استغفر لهم أو لا استغفر لهم، لا تستطيع أن تعمل بالمفهوم لأنه معارض بمنطوق. فحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الحديث يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يسقط إلا مع العجز، إلا مع العجز. وعمومه يشمل الفرائض والنوافل، لكن هذا العموم معارض بحديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، كما أن عموم الحديث الثاني صلاة القاعد الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم الحديث الذي قبله. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم أن سبب الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. فدل على السبب، دل على أن هذه نافلة ليست فريضة، الفريضة لا يمكن أن يصلوا قبل أن يحضر. الأمر الثاني أنها بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أن تجشموا القيام فقاموا، لكن الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة، صلى إذا صلى جالسا أجره كامل. فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض، لوجود المعارض. هنا هل في معارض؟ عمومه يعارض معارض بعموم حديث آخر أو بخصوص، كما أن خصوصه معارض بعموم، مثل ما قيل في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، عموم وخصوص وجه نحتاج إلى مرجح. من المرجحات الخصوص، إذا دخل أحد العمومين أضعفه، كل ما دخله من مخصص يضعفه، يعني مثل ما قلنا في المسألة التي
ذكرناها آنفا، مسألة تعارض ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، لأن يعني دخل أحاديث النهي مخصصات خصصت، وأيضا حديث ذوات الأسباب دخل من جهة أخرى، فضعف عموم أحاديث النهي، وجعل بهذا التضعيف أحاديث ذوات الأسباب أقوى، إلا أنه في الأوقات المنهي عنها المغلظة الأمر فيها أشد، جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة، والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك. وإذا قرأ فأنصتوا، يعني ها هذا موافق الآية، مثل الآية كيف هي، لكن عموم فأنصتوا، إذا قرأ إيش، قرأ فاتحة، قرأ سورة، قرأ إيه، نعم كيف أنصت، نعم كما جاء في العقد، قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ايش فيه، يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره، يعني ما قلنا مثل هذا إلا في سماع الحديث من الدارقطني أو شبه، أو في مجال تعليم القرآن كما نقل عن عالم الدين السخاوي، ها ايش فيها، يعني يستطيع أن ينصت للإمام ويقرأ، لا ما يم... ما تجي ما تجي لا ما يمكن. لكن أحسن الله إليك، يعني هل يعتبر من المرجحات أن الجهر ما شرع إلا ليسمع المأموم، فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يقرأ كان الجهر من باب اللغو؟ هذا ما قيل، لكن حديث عبادة أمره شديد، حديث عبادة أمره شديد. اللهم صل وسلم. نعم أيه، هي في أوصاف وفي أفراد، ها خلاص، لو كانت في أفراد فهي عامة، كانت في أوصاف فهي مطلقة، ما يلزم. لا، المسألة هذا ليس يعني الترجيح فيها ليس بالأمر الهين، نسمع من يسأل ويجيب، ونسلق المسائل، ما ينتج طالب علم. نعم، الآية فيها عموم وفيها خصوص، والحديث فيه عموم وفيه خصوص، والعمل في مثل هذا التعارض أن يلجأ إلى مرجح خارجي، لأن خصوص هذا ليس بأولى بالمراعاة من خصوص الثاني، ومما يرجح به ينظر في مخصصات أحد العمومين، فإن كانت أكثر صار العموم أضعف. عندك على سبيل المثال من بدل دينه فاقتلوه، وجاء النهي عن قتل النساء، من بدل دينه، هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين، عام في الرجال والنساء، وهو خاص في حال الردة، ظاهر ولا مو بظاهر، عموم خصوص ظاهر ولا مو بظاهر، ظاهر. طيب النهي خاص بإيش، شو من بدل، التبديل ردة، لا من نوع من أنواع الردة، الردة تكون بأشياء، هذا منها، عندما يقول بأنه يكفر كفر مخرج عن الملة، هذا منها، من الردة حكمه، يعني حكم المرتد، من بدل دينه واقتلوه عام في الرجال، وعمومه في الرجال والنساء، وخصوصه في الردة، تبديل الدين. النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء عام في جميع الأحوال، الردة وغيرها، لكنه خاص بالنساء، لا يتناول الرجال، لا يتناول الرجال. النهي عن قتل النساء عمومه دخله مخصصات كثيرة، فالمرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل، تقتل، إذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم، إذا سحرت من ارتدت بالسحر، لأنهم يريدون حمله على الكافرات الأصليات فقط، يعني مثل الحنفية ما تقتل في مطلقا عندهم أن المرأة ما تقتل مطلقا، لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية المحصنة؟ لا يقولون بها، لكن يقولون أنها إذا ارتدت لا تقتل، لعموم النهي عن قتل النساء،
فعموم النهي عن قتل النساء في الجهاد في كونها أصلية أو مرتدة أو تلبست بأي مقتضى للقتل عمومه مخصوص، دخل مخصصات كثيرة، منها ما لو قتلت، ومنها ما لو شاركت في الحرب، ومنها ما لو زنت وهي محصنة. المقصود أن المخصصات كثيرة، فضعف هذا العموم، ضعف. ولذا الجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل، المرأة إذا ارتدت تقتل، فيكون النهي عن قتل النساء في الأصليات لا المرتدات، كافرات الأصليات لا المرتدات. في إيش؟ باطلة ولو عند قوم. إيه، لو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا، المسائل من هذا النوع كثيرة، من هذا النوع كثيرة. يعني عند من يقول مثلا بأن الجمع لا يجوز إلا إذا جد به السير، نعم، تقول أنت لا تجمع. لماذا؟ لأنك إذا جمعت صلاتك صحيحة بالاتفاق إذا لم تجمع، وإذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم، مثل هذا القصر، مسائل لا تحصى. لكن الإشكال في الإلزام، هل يلزمه ألا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء لا على سبيل الإلزام، هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الإلزام، هل نلزم بقراءة الفاتحة لأن من أهل العلم من يلزمه؟ وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الإلزام، ولا هذا رأيي أنا، ما بعد وصلنا إلى نهاية المسألة، لكن على سبيل التنزل ومناقشة كلامك. كيف؟ بيجي الأقوال إن شاء الله، بتيجي. أنا حسب أنه بننهيها، ما هي منتهية، أنا ظنيت أنها تنتهي في هذا الدرس، يعني في شيء عند الأخوان. الآن تصورنا ما بين النصين من عموم وخصوص، فكيف نتعامل مع النصوص إذا كانت بهذه المثابة؟ لأن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم كيفية التعامل مع النصوص، وهذا مما يبين أهمية دراسة أصول الفقه الذي يقلل من شأنه بعض طلاب العلم. والعلم حادث ومتأثر بعلم الكلام، من هذا الكلام الذي يقللون به من شأن هذا العلم العظيم، ولا يمكن أن يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص إذا قرأ في أصول الفقه وضبط علم الأصول. نعم، لا يتخصص في الأصول يجعل كل قوله فإن قاله قلنا المحصول والحاصل ومدري إيش، لا، يأخذ منه ما يكفي، يأخذ منه ما يكفي كعلوم الآلة، مثل النحو مثلا. يعني هل يلزم طالب العلم أن يعاني كتاب سيبويه مدة عمره؟ شخص أخذ 30 سنة يفتي الناس من كتاب سيبويه، أو شرح المفصل أو غير ذلك من الكتب المطولة في النحو، يأخذ منه ما يكفي، وكما قالوا كالملح في الطعام. ومثل ذلك العلوم الأخرى التي تعين على فهم الوحيين، على ألا تكون هذه الوسائل غايات. بعض الناس يتخصص في هذه الفنون ويفني عمره فيها وينصرف عن الغايات التي هي نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، هذه لا شك أنه يستفاد منها ويعتنى بها من أجل فهم الوحيين. نعم، يعني في حال الاستماع يلزم لا يلزم، يعني لرفع التعارض، وتحمل النصوص الملزمة على من لم يسمع، على من لم يسمع، أو على الإمام والمنفرد عند قوم. ويأتي ويأتي كلام شيخ الإسلام، المسألة يعني ما تنتهي بسرعة، بيجي إن شاء الله، شوف الوسط. نعم، فعل المحرم، يعني شخص يصلي وهذا موجود في أقدس البقاع، تمر من بين يديه امرأة متبرجة فيتبعها بصره ولا يغضه، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطل؟ ها؟ الجهة منفكة، الفقهاء يقولون الجهة منفكة، لكن غيرهم الذين يراعون القلوب ويراعون لب العبادة يقولون غير هذا الكلام.
شيء نفس الشيء، هو منهي عن النظر رفع البصر، هو منهي عن هذا. ها شو الجهة مفك مفك لأنه ما انصرف عن القبلة، لأن الانصراف المقصود به بالبدن، وذلك لو التفت يمينا أو شمالا ارتكب مكروها عند أهل العلم. أنت تعرف الرأي الظاهري أي نهي يبطل العبادة أو العقد، أي نهي. ولذلك من بيد خاتم ذهب مثلا صلاة صحيحة ولا غير صحيحة عند الظاهرية؟ باطلة. عند الجمهور صحيحة، لأن الأمر عادي لأمر خارج، صلى على رأس إمامة حرير صلاة صحيحة. لكن إذا كان النهي والأمر يتجهان إلى جهة واحدة، هنا لا يمكن أن يتعبد بما يعصى الله به في أن واحد. يعني تعرف أن بعض الناس مثل الأشعري يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة، يبالغون، حتى قال القائل منهم أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، والظاهرية يقابلونهم، وجمهور أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة ولا يبطل العبادة أو العقد إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو العقد، أو إلى شيء مؤثر كالشرط والركن، يعني إلى جزئها أو إلى شرطها. من قال هذا؟ أثم عاد إلى ذات العبادة ولا شرطها. قراءة الإمام هل هي ركن بالنسبة للمأموم؟ عشان حقق كلام أهل العلم، تبطل إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، ذات الصلاة، يعني سجد الصنم مثلا عاد النهي إليها. طيب عاد النهي إلى الشرط، صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، إلى شرطها. عاد إلى ركنها أو جزئها المؤثر الركن. فهل قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ركن ولا ليس بركن؟ ليس بركن. فهمت؟ على إيش؟ قراءة الإمام ليست ركن بالنسبة للمأموم. الإنصات واجب، الإنصات واجب، نعم، إن لم ينصت كما لو خالف شيء غير مؤثر في الصلاة. من واجباتها، لكن الإنصات أمر خارج عن الصلاة، يعني أعم من أن يكون في الصلاة. يعني هل من واجبات الصلاة الإنصات؟ يعني في لما يذكرون الواجبات يذكرون الإنصات؟ الذي يوجب الإنصات هل يذكره من واجبات الصلاة؟ ما يذكره من واجبات الصلاة. على كل حال تقرؤون في المسألة لتشاركوا في الدرس القادم مشاركة فاعلة، ما بخواطر غير منتظمة، نريد كلام منتظم. أي الرابعة أنت ما تجلس إلا في الثامنة. لا تجلس إلا بعد الثامنة. ما في شيء، ما في جلسة. في الوتر، في الصلاة التي فيها فواصل مثل التشهدات ومثل جرى هذا الظاهر الإمام جاء.